تجربتنا هذا الأسبوع عن فحص الفلافونويد ديترمينيشن بدنا نقدر كمية الفلافونويد في العينات الغذائية عن طريق السبكتروفوتوميتر. تقدير كمية الفلافونويد كتير مهمة لأنه الفلافونويد له فوائد كتير على الصحة، بيعمل as antioxidant، هو مضاد للأكسدة فبيمنع عندي السرطانات أو تكون الأورام، يعمل as antibacterial anti-inflammatory، بيقي من أمراض القلب، بيقوي المناعة، بيفيد في عملية الهضم، بيفيد كمان بعملية البلود سيركوليشن هي دوران الدم، وكمان بيحمي الصحة. لهي الأهمية العظيمة لمركب الفلافونويد قمنا بتحديد كمية الفلافونويد بالأغذية. بالمانوال عندنا في تجربتين لفحص الفلافونويد، أول شيء عندي بالجوجوبي والتجربة الثانية كانت في الأنيون. احنا اليوم رح نفحص عينة التمر، بدنا نستخلص اول اشي التمر، فحطيت 1 جرام من عينة التمر وحطيت عليها 10 ml distilled water. حاليا رح نحطها في الهوت ووتر باث لمدة ساعتين لحتى تكتمل عندي عملية استخلاص الفلافونويد من داخل عينة التمر. حاليا الريجنت اللي بدي استخدمهم للفحص، في عندي الالمنيوم كلورايد، في عندي الHCl. الألمنيوم كلورايد رح يرتبط مع مادة الفلافونويد ورح يلتقطه جهاز السبكتروفوتوميتر على شكل ألمنيوم كلورايد أو ألمنيوم فلافونويد كومبلكس أو كومباوند. هذا المعقد تبع الألمنيوم فلافونويد كومبلكس بيلتقطه الجهاز على 400 نانومتر. نشوف هون الكيوفيت الخاص بالفحص مصنوع من الكوارتز، في عندي بكون بلاستيك، في عندي بكون جلاس، هذا اللي عندي هون هو كوارتز وهو افضل للفحص. ملاحظ كيف مكتوب عليه حرف كيو. طبعا هذا بيجي له سطحين من هون شفافين اللي هم بنحطوا على مصدر الضوء، في عندي هون اسطح بتيجي معتمة. حاليا بدي احط 0.5 ملل من الالمنيوم كلورايد تركيزه جو داخل الكيوفيتس. حطينا ألمنيوم كلورايد 0.5 ملل تركيزه 2%. حاليا رح أحط كمان عليه HCl برضو 0.5 ملل، ورح نحط 0.5 ملل من الديستيلد ووتر. منحط 1 ملل من العينة في بايبة شديدة عشان ما يتوسخ عندي. 1 ملل من العينة. حاليا منحاول انه نحنا ندمجهم مع بعض. طبعا ما لازم يكون في اي بارتيكلز في العينة علشان ما يقع عندي عملية الفحص، ومنتركه لمدة يعني دقيقة دقيقتين لحتى يكتمل عندي التفاعل بين الألمنيوم كلورايد وبين الفلافونويد اللي موجود في العينة. بعد ما حضرنا هون العينة تبعتي وصارت جاهزة، حاليا بدي أحضر ستاندر اللي هو عندي الروتين ستاندر. هذا الروتين بنعمل فيه الستاندر كيرف، رح أعمل منه ستوك سوليوشن ورح أخففه، رح أعمل منه 2 ملغرام بير مل أول ستاندر، الثاني 4 ملغرام بير مل، والثالث 6 ملغرام بير مل. دائما عندي العينة تقارن بـ بلانك، فالبلانك هو كل الريجنت بدون العينة، يعني حطينا 0.5 ملل من الألمنيوم كلورايد والـ HCl والديستلت ووتر بدون العينة أو الإكستراكت تبع التمر. طبعا في المانيوال موجود طريقة الفحص للجوجوبي وللبصل، طبعا انا استخدمت هون التمر لانه هذا اللي عندي متوفر، لكن هي نفس الطريقة. بنشوف هون كيف عندي السيل مرقمة 1 2 لعند 8 عينات بينحط فيها، في عندي هون مكان للبلانك رح احطها باتجاه الضوء، هون عندي اللمبة جاي اتجاهها من هون، فاذا الشفاف رح يكون بهاي الطريقة. البلانك بتضلها هون، العينة عندي هون رح أحطها برقم 1 اتجاه الضوء من هون ل يعني من اليمين لليسار، فإذا رح يكون الجهة الشفافة باتجاه الضوء في السيل نمبر 1. حاليا بسكر الدور عليه علشان نبلش بالفحص.
بنشوف هون الشاشة الرئيسية للجهاز، في عندي الويف لينث سكان. هاي إذا كنت أنا مش عارفة العين تبعتي على أي ويف لينث لازم أقيسها وشو الأوبتيمم الويف لينث المناسب لقياس المادة تبعتي أو المركب الأنالايت اللي أنا ببحث عنه، فبعمل ويف لينث سكان وبشوف شو أحسن امتصاص كان إله وبحدد له إياه. طبعا إحنا كنا عاملينه هون قبل وعرفنا إنه أفضل امتصاص للفلافونويد على 400 نانومتر. في عندي الفوتومتريك، نضغط هون على رقم 2 بيعطيني هون الجدول. بحدد له عندي ستاندرات، انا عندي كان 3 ستاندرات حكينا تركيزهم 1 كان 2 و4 و6 ملي جرام بير مل. في عندي هون الترانسميسنس وفي عندي الابزوربنس. بمجرد ما نعمل F2 اللي هي الميجرمنت رح يبلش يقيس عندي قديش التركيز الستاندرات وكمان العينه ويقارنهم مع بعض. منشوف هون كيف شكل الستاندر كيرف، بيكون حاطط لي تحت التراكيز وهون عندي الابزوربنس رح يعطيني ستاندر كيرف من خلاله بحط لي قد الابزوربنس للستاندرات والابزوربنس للانالايت او للعينه مجهوله كميه الفلافونويد فيها. طبعا الجهاز عندي هون هو دبل بيم، في اجهزه بتكون سنجل بيم رح اشرحهم هلا، رح اشرح شو مبدا الجهاز. هذا الشكل اللي بيطلع عليه الستاندرد كيرف، هون في عندي الابزوربانس، هون في عندي الكونسنتريشن. هاي البيكس اللي عم تطلع هي مؤشر على وجود الانالايت اللي انا عم ببحث عنه او بيكون على شكل ستاندرد كيرف. احنا رح نعتمد اليوم على الستاندرد كيرف. بنشوف هون عندنا مبدا جهاز السبكتروفوتوميتر. في عندي نوعين من السبكتروفوتوميتر، في عندي السنجل بيم والدبل بيم، وهذا اللي عندي هون هو سنجل بيم حيث بيحتوي عندي على حزمة واحدة من الضوء اللي هي عبارة عن الديتيريوم لامب اللي هي اللمبة العادية المستخدمة في البيوت اللي هي لمبة الديتيريوم. حاليا عندي اليو في، اذا كان عندي الفيزيبل من 360 وفوق، الالترا فايولت او اليو في هي اقل من 360. عندي هون اللمبة العادية اللي هي تحتوي على اللون الابيض، بتمر عندي هون الضوء خلال برايزم او منشور، مثل ما بنعرف المنشور بحلل عندي الضوء الابيض الى الوان الطيف السبعه. طبعا كل لون من الطيف له ويف لينث خاص فيه. بعد هيك رح يمر عندي في مونوكروماتور اي موحد طول موجي، يعني رح يلغي كل الاطوال الموجيه اللي حلل لي اياها، رح مرر فقط الطول الموجي اللي انا بحدد له اياه. انا في الفلافونويد رح افحص على 400 نانومتر، فحددت له 400 نانومتر فرح يمرر لي بس الطول الموجي اللي هو ال 400. بعد هيك في عندي الكيوفيت اللي تحتوي عندي على العينه، نشوف هون كيف عندي عينتي. العين تحتوي على بارتيكلز، لو اعتبرنا هاي النقط السود هي عباره عن بارتيكلز تبع الفلافونويد. الضوء هذا او طول الموجي هذا رح تمتصه البارتيكلز تبع الفلافونويد. في عندي هون جزء من الضوء مش رح يعني ما رح انه يصطدم باي فلافونويد، فرح يعبر، رح يصير له الترانسميشن هون وهون. عندي هون الديتكتور او اللاقط، اللاقط رح يمسك او رح يلتقط اللي هو الاطوال الموجيه للترانسميشن اللي هي عبر الكيوفيت ما اصطدمت باي بارتيكلز، ورح تعطيني هون على الريد اوت رح تعطيني عندي ستاندرد كير بيعطيني الكونسنتريشن، علاقه بين الكونسنتريشن وبين الابزوربنس. على سبيل المثال عندي لو كمية الضوء اللي عبرت عبارة عن 40 مثلا، كمية الضوء اللي صارت ترانسميشن مثلا 30، رح يكون عندي كمية الابزوربنس 10، إذا كمية الفلافونويد في العينة كان 10. ممكن قياس الابزوربنس عن طريق هذا القانون اللي هو اللامبرت لو، A يساوي ABC. الـ A اللي هي الابسوربتيفيتي وهي ثابت الامتصاصية. في عندي B اللي هي الباث لينث اللي هي المسافة اللي هون اللي مشيها عندي الضوء خلال العينة، هاي المسافة هي B اللي هي الباث لينث. في عندي C الكونسنتريشن اللي هي تركيز الفلافونويد داخل العينة. في عندي هون النوع الثاني من السبكتروفوتوميتر اللي هو الدبل بيم، جهازنا كان دبل بيم لانه بيحتوي عندي على ضوين هون، الدي اللي هي الديتيريوم لامب، وفي عندي تي اللي هي تنجستن لامب. رح ينعكسوا على مرايا من الداخل جواته، في عندي كثير مرايا جوات الجهاز، انعكاسات للضوء بمر عندي في الكونكيف جريتنج، هي بتعمل على تشتيت الضوء او تقسيم الضوء.
جزء من هاي الطول الموجي أو هاي الأشعة رح تنتقل إلى داخل السامبل، وجزء منها رح يروح إلى داخل البلانك زي ما لاحظنا بالجهاز لما كنا بنفحص العينة. حطينا البلانك في المكان تبعه، حطينا السامبل في المكان الثاني، فصار في عندي مقارنة تركيز السامبل مقارنة في البلانك. بعد هيك رح يمر عندي في الجريند ميرور، بتجمع الضوء هون، آخر شي بيعبر عندي للديتكتور وبيعطيني الستاندرد كيرف. ونفس الشيء يطبق قانون اللامبرت لو على النوعين الدبل بيم والسنجل بيم. النتائج طلعت معي تركيز الستاندر اللي كان تركيزه 2 ملي جرام بير مل، الابزوربانس كان له نص، الاربع ستاندر الثاني كان ابزوربانس له 1، وستة كان ابزوربانس له 1.8. رح نعملها على شكل ستاندر كيرف. منشوف هون ستاندر كيرف، رسمنا الجدول هون وعملنا خط. الابزوربانس للانالايت او للعينة المجهولة كان 1.3. بنعمل عندي اسقاط رأسي على الستاندر كيرف، نرسم خط من 1.3 لحتى يجي عندي هون، ومننزل خط رأسي على المحور تبع الكونسنتريشن. طلع معنا 4.3 هو تركيز الفلافينويد في عينة التمر، طبعا ملي جرام بير مل. وبهيك بنكون عرفنا تركيز الفلافينويد في العينة الانون من خلال مقارنتها بالستاندرد.